طبعا تمام. الحقيقة سوبر جلوب بطولة مهمة جدا بتقام السنة دي في السعودية. يعني لو هنتكلم او هنبدأ قبل ما يعني نتطرق للأهلي والمجموعة اللي هو فيها، خليني اعرف منك اكتر عن تقييمك للفرق المشاركة، يعني شايف ازاي المنافسة ما بينهم، شايف ازاي المستويات كمان المختلفة. شايف ان بطولة قوية جدا السنة دي تحديدا هتكون اقوى من كل سنة، لان كان قبل كده كان متعرف ان البطولة بتتلعب دي النسخة 16 المفروض هتقام خلاص بكرة انطلاقها، يعني كان بتلعب بين افضل 8 اندية بطل كل قارة، وبعد كده الاتحاد الدولي بيبقى عنده دعوة او دعوتين بيوجهها لاحد الاندية. المرة دي الامور اتسعت بقى 12 فريق، اكتر من نصهم من اوروبا، كلهم بقى معركه يعني طبعا عشان فريق او حد عربي او افريقي او يعني سيان من المنطقه سواء شرق الاوسط يعني تحديدا، يقدر ان هو يكسب فريق اوروبي مهما كان دي هو مش مين. مجرد فرق اوروبيه، احنا الموضوع بيكون بنتكلم على تقايل اوروبا صفوه، يعني. صفوه صفوه فرق طبعا اوروبا، يعني احنا لسوء الحظ يعني ان احنا ده هنخليه في الجزء الثاني لما نيجي نتكلم على الاهلي تحديدا، لكن الاهلي واقع في مجموعه هو معاه فريق النور منتخب وبرشلونة. عالم، حرفيا منتخب عالم. يعني هي القصه كلها انه مثلا احنا طبعا امبارح كان لعيبه الاهلي كلنا بنشفق عليها ان الامور هتكون بالنسبه لهم مش صعبه لعلو مستوى المنافسه، قد ما كمان ان اللعيبه نفسها هتكون مرهقه بشكل كبير، طبعا اللعيبه كانت منضمه مع في والظاهر ده قدر لعيبه النادي الاهلي في كل الرياضات. ما هو استاذ كريم اقول لحضرتك انه قدر الاهلي ان هو انت الشريان الرئيسي للمنتخبات المصريه طبعا في كل الالعاب، فده دي ضريبه الاهلي لازم هيدفعها، ويعني الاهلي بيدفعها بحب وفخر وانتماء، وان هو يعني ده الدور الرئيسي بالنسبه له ان هو انا الداعم الاساسي بالنسبه لمنتخبات مصر في صحيح. كل الالعاب. فاللعيبه لسه مخلصين معسكر امبارح مع منتخب مصر، كانوا عندهم مباراتين مع المانيا، قدرنا ان احنا نتعادل في المباراه الاولى 31 31 امبارح، يعني عملنا ريمونتادا كبيره جدا في النتيجه، قدرنا احنا نرجع من فرق 7 اهداف لهدف واحد وكنا نقدر ان احنا نتعادل. بس يعني الوقت ما سمحش والظروف، لكن تجربه قويه جدا أكيد هتفيد اللعيبه كمان نفسها. احنا عندنا 7 لعيبه من المنتخب كانوا موجودين مع من النادي الاهلي، كانوا موجودين مع المنتخب في معسكر المانيا، وفي لعيبه تانية كانت ممكن انها تكون موجوده. الراجل في بدايه باستور في بدايه تكوينه المنتخب ضم 12 لاعب من ضمن 30 لاعب من النادي الاهلي تقريبا، تتكلم في النص، وال 30 دول فيهم مثلا 6 او 7 لعيبه محترفين، فان انت يكون عندك 12 لاعب هو باصص عليهم شايف ان اللعيبه دي من اللعيبه اللي هتكون هو حاططها في استراتيجيته خلال من هنا لغايه امم افريقيا الجايه 2024 مطلع 2024، فشايف ان الاهلي بالنسبه له يعني عنصر رئيسي طيب في الاهلي تكوين المنتخب. هيستهل مشواره بكره ان شاء الله بماتش النور مع السعودي، النور السعودي، تقييمك ورؤيتك كده للماتش ده هيمشي ازاي، ولو حطينا الاهلي في كفه والنور السعودي في كفه؟ التقييم هتكون هو مبدئيا بس الاهلي مسافر، يعني مستر ديفيد ديفيز كان حريص انه يسافر بالبعثه كامله او بقوام الفريق بشكل مكتمل. احنا مسافرين ب 20 لاعب، احنا هو الراجل دايما بيكون عنده انه كل اللعيبه تكون جاهزه، كل اللعيبه تكون في اتم استعداداتها للحدث اللي ورا حاليا. يعني كان بطوله افريقيا الاخيره كانت في الكونغو برازافيل اللي قدر النادي الاهلي انه يفوز بلقبها، كان مشارك كان مسافر ب 19 لاعب، كان اللاعب الوحيد اللي كان خارج دايره اهتمامه هو عبد الرحمن حميد، وكان نظرا لاصابته. اول ما حميد بقى جاهز وجاهزيته تقدر تسمح ان هو يكون موجود مع التيم او مع الفريق، ضمه للفريق وسافر بيهم على السعوديه. الفرقه وصلت خلاص، يعني خلاص دخلوا اصلا الاجواء ودخلوا جاهزين للاستعداد بشكل كامل. لعيبه المنتخب انضمت للعيبه الاهلي، خلاص بقى ال 20 لاعب كلهم موجودين مع بعض جاهزين. النهارده هيبقى بالنسبه لهم التمرين الرئيسيه والتمرين الاساسيه، الراجل هيتكلم فيه على كل نقاط القوه والضعف بالنسبه للمنافس النور. طبعا النور السعودي. كل اللي التحيه هي ايه والتقدير. بالمناسبه؟ هقول لحضرتك، هم بيقودهم كابتن اسر القصبي، مدرب مصري
كان ليه واصلا يعني براجل ليه صولات وجولات في التدريب المصري، درب قبل كده نادي سبورتنج بعد منتخبات مصريه عديده. دي نقطه قوه كبيره جدا، هو هيبقى دارس الاهلي دارس كويس، دارس لعيبه الاهلي طبعا، اللعيبه كمان يعني تحديدا مش النادي كتيم، لا ده هو عارف لعيبه الاهلي طبعا، اللعيب ده بيدخل منين، اللعيب ده بيشوط منين، اللعيب التركات اللي بتتعمل. طب ما ده خطر. ما طبعا دي من ضمن الحاجات اللي هي مديالهم افضليه بالنسبه للنور السعودي. كمان بيعاونوا كابتن حازم عواد لاعب الاهلي السابق ونجم الاهلي السابق في الهاندبول، ف يعني هو بالنسبه لهم الاهلي كتاب مفتوح. احنا بالنسبه لنا كده كده الاهلي تابع ماتشات كتير جدا للنور السعودي، اتفرج عليهم في البطوله العربيه. من ضمن النقط المهمه اللي بيشتغل عليها ديفيد ديفيز ان هو كل الفرق اللي بيجي يلعبها بيكون مقطع لها فيديوهات قبل لما بيجي يبدا يتكلم مع لعيبته، وهو بيكون قاعد مع الجهاز الفني بتاعه وحط الاستراتيجيه ومين افضل العناصر اللي يبدا بيها. وزي ما قلت لحضرتك هو عنده ميزه موجوده حاليا في فرقه الاهلي ان هو ما عندوش اساسي واحتياطي. احنا دايما كان بيبقى عندنا مشكله ان لعيبه الاهلي انت بادئ بالفول تيم، بس طبعا الطبيعي في الهاندبول لازم ان انت هتبدا تريح لعيبتك، لازم يبقى في روتيشن عشان اللعيبه دي مش هتقدر تديك 60 دقيقه كلها. فلازم انت تبدا لما هتغير مين العنصر اللي هيبدا يدخل على الفريق، وهل هو في الوقت ده الكيرف او المنحنى بتاع الفريق هيفضل ماشي بنفس النمط ولا هيحصل بقى هبوط للمستوى شويه. فمن ضمن ابرز النقط اللي ديفيد ديفيز بيبني عليها خلال السنه ونص اللي كان موجود فيها مع مع الفريق ان هو مخلي في ثبات، ان اولا التيم كله ما تعرفش مين اساسي مين احتياطي. من ضمن الاهم النقط كمان اللي بيشتغل عليها ان هو الراجل كان النادي عرض انه يتم الاستعانه بمحترفين لو هو حب، لانه كده كده كان القصه انه كان مطروح الامر في بطوله افريقيا اللي فاتت ان احنا نقدر ان احنا نشارك ونجيب محترفين يبقوا موجودين مع التيم. الراجل قال لا انا كده كده شايف ان لعيبتي تقدر انها تكمل المهمه معتمد بدون عليهم. بدون فما ده ما حصلش ان دخل عليهم دم جديد او دخل عليهم محترف لسه يبدا ينسجم ولسه يبدا يحفظ طريقه اللعب ويبدا لا دي من ضمن اهم النقط اللي هو بيشتغل عليها كويس جدا، ان خلاص اللعيبه حفظت بعض واللعيبه بقت ممكن تغمى عينيها وتبدا تديها جمل هينفذوها بالظبط زي ما هي.